مشاهدينا الكرام ومشاهدتنا الكريمات، حياكم الله أينما وجدتم داخل الوطن وخارج الوطن. أهلا وسهلا بكم ومرحبا، جزاكم الله خيرا. اللي عنده شي حد كيحشم منه راكم عارفين، راه اليوم مقشرين عند عمي عبد المجيد. الشهداء ما نقشروا شاي معاكم عليها بلعتي علينا الحدود. قول لي انت بفعيلك. يا واحد ومشي اثنين اللي يخرب لي فيه نعميل ونعيم. ايوا كيفاش يا عمي عبد المجيد هاد القشاره هادي؟ قالوا لي راه درتوها تما في سيدي بلعباش في جنب الواد حدا المقبره تاع السيميتير فيلا جلفت. ايوا سيدي هذيك المقبره تاع سيدي بلعباس اللي كاينه تما، هذيك مقبره السيميتير اللي في جنب الواد، راه ميتين فيها جدودنا تما. ايوا وانت مو ما احترمتوش يا عمي عبد المجيد الحرمه تاعت الاموات. ايوا هذوك راه جدودنا اللي مدفونين تما عمي عبد المجيد. ايوا راه غادي نتحاشبوا معاكم، غادي نتحاشبوا معاكم وغادي نحاشبوكم امام العالم على هاد الشيء اللي كديروا فيه عمي عبد المجيد، اللي انا ما احترمتوش الحرمه تاعت القبور. حنا جدودنا ميتين تمايا في سيدي بن عباس في جنب الواد المقبره تاعت الشيميتير عمي عبد المجيد. ايوا وانتم كديروا غير اللي قال لكم راسكم. ايوا حنا راه جايينكم عمي عبد المجيد قد بغيتوا ولا كرهتوا. وعقل على هذا الشيء اللي تنقول لك، عقل على هذا الشيء اللي تنقول لك عمي عبد المجيد، عقل عليه مزيان 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 مزيان.